محبين حصة من بني فاميلي، مرحبا بكم دائما في سلسلة حلاوه خاصة بالعيد. كما راكم تشوفوا كما رجعت العادة راني مع نجوى. نجوى مرحبا بك. مرحبا بك أمي، واش راكي؟ قولي يما. مرحبا بك يما. ما قولي لي أمي، نحب أمي. أنا أمي واش راكي لاباس؟ صحتك بخير؟ الله الحمد لله. قولوا مشاهدينا مرحبا بكم معنا. أكيد يعني الحصة هذه خاصة بحلاوة العيد، حلوية عيد الفطر، حلوية جافة يعني اللي كانت بزاف مطلوبة. احنا يا بدون إطالة حنبداو هنا عندي كيفيات يعني تنين حلويات نبداو به اللي فيها بزاف المراحل، ومن بعدك نروحوا لي سهله شويه سهله. كان بزاف حلويات بزاف يقولوا لنا من فضلكم ديروا لنا حلويات سهله وبنينه وما تكلفش، خفيفه وظريفه يعني شابه بنينه وما تكلفش. اكيد تبعوا مليح معايا مشاهدينا. احنا حنديروا هاد الحلوه واسمها سميتها يعني سابلي بنوغت نوغت سمسم. سمسم او الجلجلان. سابلي بنوغ معناتها هنا كي نسمعوا سابلي معناتها يا لاباط سابلي بيان سور يعرفوها كل الناس. وكي نقولوا كاين نوغا معناتها اون فا بريباري النوغا تاعنا. وعندنا aussi الغناش اللي عندك اون فا ديكوري بها او ميم تو اون فا كولي لي نوغا مع السابلي. سي دير لي دو بيس. تري بيان. الوغ حنا دوكا نبداو بالنوغا. النوغا تاعنا واش تقول؟ تبعوا مليح مشاهدينا المقادير. عندي 60 غرام تاع سكر عادي. 60 غرام تاع سكر عندي. عندي 60 غرام تاع جلوكوز. احنا على بالنا النوغا قعدت يعني فيها الجلوكوز. عندي 30 غرام تاع زبده. 30 غرام تاع زبده. دونك لا مواتشي 60 لا مواتشي 30. يعني هاد الوصفه جلي سامبليفي. تري بيان فوالا. عندي 60 غرام تاع سمسم. سمسم حمص بيان ولا جلجلان حمص باش يعطينا جلجلان يعطينا يعني النكهه تاعو. وعندي هنايا استعملت هنايا اللوز 60 غرام كذلك تاع اللوز. استعملت اللوز نقدروا ثاني نستعملوا الكوكب والفول السوداني ميم ثاني الطعم تاعو يجي رائع. الوغ هذه هي النوكا حنحضروها دوك نروحوا نحضروها وحدها اباغ اه في لاكاسرول سكي بيان. هذه هي بور لو سابلي تاعنا. عندي 125 غرام تاع زبده ومارغرين طريه 125 غرام. عندي 80 غرام تاع سكر ناعم. عندي حبه بيض وصفار اون بانسي دو لوفيغ شيميك. اون بانسي ما فيهاش بزاف لانه هاد الصابلي حيطيب في المولا. اوكي هنا عندي نكهه الكافي عطر القهوه نحبوها بزاف. عندي كميه تاع فرينه حوالي 250 الى 300 غرام فرينه حتى يتم لي الصابلي. واكيد الصابلي اللي يطيب في لي مول سيليكون لازم يكون خفيف ما لازمش يكون كومباكت. هنا الغناش عندي سهله. عندي امي هذيك 200 غرام تاع شوكولا شوكولا ذوق يعني حل بالحليب ولا شوكولا انا سوداء نتفاداها لانه الكو تاعها يتخيف ولا نوازات تانيك ذوق تاعها رائع. عندي 50 غرام تاع زبده 50 غرام تاع كريمه طازجه تعملوا هاد الشوكولا باش تشوفوا النوعيه تاع الكناش كيفاش تخي بيان. الوغ نبداو بهاد الوصفه. شوفي امي وصفه بزاف سهله. الوغ دوك نجيبو اون كاسرول خلاص سواء حبيتي تبداي. شوفي نبداو بلا كاسرول ومن بعدك نروحو للشوكولا. انا وجدت كسرونه خلاص عندي كسرونه واحده اخرى تانيك. علاش لازم زوج؟ اه نوكا وهذيك شوكولا. داك انا شوكولا قريتها ومن بعد على بيها. داكو بون معليش تبعو مليح. هنا عندي حتى تشعلي عليها فيها الماء. بيان سور بيان سور. هنا نحط السكر مع الجلوكوز. الجلوكوز اكيد نعاون روحي بالماء. فوالا ونشعل. هنا مشاهدينا نسيت ان بتيت انغريديون عندي لاني كي نستعمل الجلوكوز نديرو. عندي زوج مغارف كبار تاع ما هنايا. اوكي جلوكوز نعاون روحي دائما اليوم تاني 60 غرام. دونك درتي 60 غرام تاع السكر 60 غرام جلوكوز زوج مغارف تاع ماكله تاع ما اكزاكتومون. دوك نزيد الزبده 30 غرام تاع زبده حطوها. هادي امي الخليط تاعنا لازم يغلي لازم يغلي يغلي حوالي دقيقتين يغلي. نخلطو مليح الخليط تاعنا لازم يغلي. بدل
بعد ما يغلي نزيدو نحطو هاد لي دو زانغغيديون. تبدلي وي بدل تفضلي ديرو لهم ابتي فو. بعد كي يبدا نشوفوها باش نحركوها باش نزيدو هاد لي دو زانغغيديون. دوك حنا انا نروح للصابلي. هاد الصابلي كميه يعني قليله، نقدر نديرها جوست بسم الله. عندي كميه قلنا 125 غرام تاع زبده طريه. عندي 80 غرام تاع سكر ناعم. استني دقيقه نمسح يدي. جيبين سكر قلنا اون بانسي دو لوفور. قلنا كذلك حبه بيض. البيض نستعملو مازمش يكون كبيره 55 غرام. هذه هي لا بوزي ايديال تاع النوف. اي ان جون فوالا. هنا عندي عطر تاع الكافي. هنا عندي كميه قهوه ساعه الذوبان امي ملعقه صغيره. ولا نحبوا نكهه تاع الكافي نزيدو. دونك جوكي غادي دوك هدايا خلطيه مليح. مازال دوك لازم يغلي ماشي فريميسمون، لازم يغلي يغلي يغلي. نخليه حوالي دقيقتين لاش تنقص له لو فو. شحال 250 200 يا 300 دوك نشوفوا على حسب. بسم الله كما نخدم هكذا بيدين تفكر سميحه راني نحيوها بزاف. كانت مدلية كل خطا تقول لي هيا نجوا يومتي خلطينا الصابلي. كانت تكسر بزاف البيض. راني شفا خطا قلت لها سميحه فقص البيض، قالت لي البيض يفقص وحده تكسري برك. يكون إناء صغير ماشي سهل باش شتي. كنت هنا إناء كبير. نرجع نهضر هذاك الخليط. سي بون خصني نكمل نوزن لك معنا. خص شويه غير شويه ندير لك 250 خصك 4 غرام. وي 250 مازال مازال شويه دي 250 ولا اش ما شديتش روحها نزيدو لها واش قاد. فوالا شكرا امي. هذاك واش داير دوكا؟ ايه نرمي هذاك الججلان فوالا واللوز هكذايا طفي عليه خلاص دوكا نطفي. وي طفي فوالا شكرا ونخلطو مليح. زعما راني غا ونشطار انا خلاص. ديما ني التلميذه تاع نجوى. لا لا كي تعاوني فيا برك. مليح كي تولي تلميذه كي تكوني اسيستون كي اما بطو تعلمي بزاف حوايج تعلمي. ندير كميه تاع فرينه نصف راح غير بشويه. امي كاين مول تاع سيليكون مول نهيها في مول تاع الججلان نحبو نحبو. هذاك المول تاع الججلانيه كنا نديرو هدايا لي دو مول. جيبيهم لي دو في زوج للزوج لازم اوما يكون عندنا دو مول. اوكي انا نقول للمشاهدات لازم ما شاك فوا لو مول يشرو بالزوج. وي زويجه مناقش مام يتبح لهم واحد يلقاو الدوزيام. سافا الفاينه ولا نزيد لك؟ سافا دوك نزيد مازال ما كملتش. هاكي شكرا. دوك هذا امي نوزنو حوالي 25 غرام نحطوه في المول وانا نروح لهذيك النوكا. لازم نجيبو ثاني سنيب انا وي بلاطو. وي تري بيان خاص بيدي
نشوفو النوكا تاعنا تخي بيان راهي هايله. مي شحال قلتي لي 25 غرام؟ وي خطها لك انا امي باش نبدا ندير لا فوالا اون فا ديباراسي هكدا. دوكا نسحق هاد لو مول كذلك. نحط فيه كمية تاع نوغا يعني فرش غير تحتانية سطح التحتانية. دي حلوة أمي هاد النوغا يعني كاطو بزاف بنين باين ديجا النكهة اللي فيه بنينة مع الججلان شكون يحب الججلان كيما أنايا وبز دو سامام صحتنا بنينة مليح. فوالا نجيب دوك اون كويير جو ليس هذا كذلك امي نزيدو نطيبوها أبوف. وي في الفوغ في الفرن. نجيب فوالا لا كويير تاع من قبيل نعاون روحي باش ما تلسخليش. هي كي تبرد ومن بعد امي تشد روحها. جو في سا جو ليس هادي نعاودو ندخلوها طيب في الفرن بقى داك الماء تاع الشوكولا الغنانا. نقصلو نقصي ولا طفيه هنا مكان نقصلو. شوف بوك لو نيفو تاع النوكا وين الحق تخي بيان. شحال على بخي يكون لك شغل السمك تاعو؟ واحد 5 مليمتر. 5 مليمتر وي. هذا ندخلو يطيب مع الصابلي. ايه هذا نطيبو حوالي 10 دقائق الى 12 دقيقه 150 درجه والصابلي نطيبو حتى من يحمر هكذا. وي هادو تري بيان اون فا بيان لي فونسي باش يدونا سوا سوا مستويين يدو سوا. جو في فيلمي هذيك لا بات اللي قعدت لنا باش من بعد نكملوها ونروحو امي تدي لا غاناش وانا ندير وصفه ثانيه. اوكي اوكي فوالا هاني قلت لها السيده ساميه جي لونسي ان ابيل قلت لها ان شاء الله العام الجاي دينا مطبخ كبير مكان العمل يكون كبير. هي قالت لي داكور اوكي ان شاء الله. تري بيان دوكا انا نبدل سنيوة امي نحطهم هنا باش نطيبهم على جه. هيا حطهم لي لهنا باش نحطهم في الفرن راهو شاعل 150 درجة. تري بيان انا نحطو 150 بصح كاين الفرن 160 باش لو صابلي كيما نطيبو الصابلي عادي. الوغ نوكا هادي نعاود نطيبها قلت لكم 10 دقائق الى 12 دقيقة باش نحيها والصابلي هذا نكمل له طيابو حتى وين يحمر. الوغ شكرا دوكا نمسحو البلان دو طرافاي امي انت نعطيك هاد لا بلانش باش فوالا. دوك امي انت يا تستكل فيه بالشوكولا اغاناش. وي هذه كملنا بها نحطوها هنا المهم هذه بدات جبتها هنايا هاكي شوكولا بالحليب نحي لي برك اون اون باغ سي تو واخا تستعمليها اون باغ وهنا انا بالي الاخرى نخليها باش ناكلها من بعد. راح
حنا مشاهدينا خصنا ندني لك هاد اللوحه تخطي فيها الشوكولا وهادو ما تاع الكاناشا ام هنايا. حنا مشاهدين نروحوا للوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه واش فيها؟ تبعوا مليح معايا. عندي 250 غرام تاع زبده ومارغرين طريه، 250 غرام. عندي 150 غرام تاع سكر ناعم، 150 غرام تاع سكر ناعم. عندي 50 غرام تاع جلجلان محمص ومرحي، جلجلان محمص بالطبع ومرحي باش يمد النكهه تاعو. عندي حبه بيض وصفار بيضه، حبه بيض وصفار بيضه، هادو ما كاع حنديرهم هنايا في الخلاط. عندي نص باكي خميره، ان دومي باكي دو لوفور، عطر الفانيليا والفارينه من 450 الى 500 غرام. معناتها هذه تخرج لنا الله يبارك تخرج لنا حوالي دائما خبت العيد على بالك 40 حبه لينا وجيراننا ولحبابنا. دونك دوكا نبداو هنا. هنا برك المشاهدين نقول لهم دائما الزبده لازم تكون طريه درجة حرارة المطبخة. بسم الله، مارغرين تاعي هنا مع كمية سكر ناعم. دائما لي بون زابيتود توجور نصيرو. قلنا 150 غرام تاع سكر ناعم. يعني تاع اليوم في هذه الحصه المحبين جلجلان يفون انتر هورو وي ميم انا نجب نحبو نموت على جلجلان. الوغ تي فايتر هوز سورتو في الخبز نحبو بزاف في الخبز. وي وي عنده دور كبير. يقول لك دائما دو بريفيرونس بروند ان ياغورت مع الجلجلان. جلجلان ابيض ولا محمص؟ فيه بزاف كما قلتي منافع. مليح المناعة. هنا ندير ان فنجان حبة بيض انجان. فوالا بيان. فوالا الوغ دوك ندير لا فاني كذلك ان بو دو فاني كما نزودو بالشوكولا من بعد نرمي الزبده فاني ليكيد. وي بسم الله. هنا حوالي رطل فرينه فرفدنا هاد لا كونتيتي. هادي درت بزياده امي باسكو حندير بها الوصفه الثالثه. داك لو ميم صابلي حنديرو به الوصفه الثالثه. فوالا ان دومي باكي دو لوفور 5 غرامات. دوك انا نحط الجلجلان 50 غرام اللي قلنا عليه ونزيد له لا فيتاس. سافا امي لا سي بون كنا فينا كفينا هدايا باش تزيديها
ضيف دوكا. وي كريمه دوكا هنا تنفتح عليك مع هذه. الخليط تاعنا خلاص نخبطوه بيان حتى يولي خليط كريمي. هذا سي بون. دوكا واش نديرو لها؟ احنا هدية اون فا لا فيلمي نحطوها في الثلاجة. اوكي شكرا. كما قلنا الشوكولا زواخ بزاف زواخ بزاف صح. شتي كما تكوني لابسه طابليه شتي الشوكولا تبان عليك كاع يقول لك درتي شوكولا اليوم. هنا خلطتو بيان هنايا دوك نحط الفرينه. هنا قلت لكم درت مشاهدينا 500 بصح نقدر يعني تاخذ لي اقل. بسم الله نبدا من الفوق ونحطيت لا لوفور. دائما نحط لي دو تيار و ان تيار نخليه. بسم الله قلتي لي وين نحطها؟ في الثلاجه. وي في الثلاجة. ثلاجة لازمش تجمد. حنا دو بريفيرونس حطوها تمبيراتور امبيونت باسكو ستوديو راهو الحر في ستوديو نحطوها في الثلاجة هي باش تشد روحها. واحد الرائحة لافاني كلش تاع الججلة كلش. انا زيدي لي امي هذا ديريه ليك كامل كامل سمية. هنا سي بون تري بيان خلاص. دوك انا نطم هاد العجينه. امي كاين دي مول سيليكون تانيك يعني متواجدين في السوق. انا واش عاجبني الحال الوقت الحالي هذه مول اون سيليكون سهلونا بزاف سهلونا بزاف بزاف المهمه. اون سيغ لو كاتو يجي لو ميم كاليب يجي شباب ولات يعني ميسيون كيما قال لك ماشي امبوسيبل بوسيبل تري بوسيبل. الوغ هادي الفرينه خدات لنا 500 غرام عن طرط الفرينه هايلا. العجينه قعدت يعني طريه في يدنا كما نشوفو. هلا نحي زايد لها في يدي. نوزنو امي 25 غرام بصح قبل ما نحطوها في المول نجوزوها في الجلجلان. وي هاو الجلجلان لازمنا سنيوة تاع الفوخ. ايه سنيوة تاع مقبل نجبدوها. لازمنا تاني فرينة قدامنا. وي فوالا شحال 25 غرام 25 غرام وي تخي بيان. بسم الله والله صدقوني واحد الريحه بدون مجامله ما تقولوش بلي زوخ والله ما نزوخ هو. واحد الريحه راهي لهنايا ما نقدرش نعبر عليها ما نقدرش. على بالي بلي هاد الوصفه حتجيهم بزاف سهله مشاهدينا واكيد حيحضروها كذلك. هكذا هكذا فوالا اون اونتاس سا فا بخوندر لا فورم تاع لو بول. فوالا توجور افيك لا فورم دي ما نزيدو نمسحو البلون دو ترافاي. هاد لاباط امي لو كنخلوها تريح راهي تشد روحها. وي دوك لا مليحه ما شاء الله. نحلك فرينه هايله راهي هايله. شو ما لازمش العجينه تجي فيها الفرينه باش كونترا باش يلصق فيه الججلان فيها. هنا نشوفوا لا خاصه ججلان نقدر ندير هنايا امي في المول.
باش تجيني شابه كذلك. كاع لي زاستيس سون بون. فوالا فوالا انا يدي والف الثلاثين سنين نكملو برك هذاك الحبه اللي قعدت. فوالا تخي بيان. دوك نحطو هاد لاباط في اناء ولا اون فالا فيلمي ديراكتومون ونستعملوها ومن بعد من هنا الوسط نعبزو مليح باش ما تجيناش هذاك كي نقلبوها ما تجيناش يعني كيما نقولوا كابوسي باش لا سيرفاس دي بلان. هادو مشاهدينا هاد لي صابلين طيبهم 160 درجه مده حوالي 15 الى 20 دقيقه. لازم كي نقلب الحبه لازم تكون حمراء ما لازمش نشوفها خضراء. ولا شفتو ما طابلكوش في سيليكون بعد 15 دقيقه نحوهم لو مول ونطيبوهم هكذاك اون لي ديمول نحطوهم في سنيوه ونكملو نطيبوهم 5 دقائق هذوك اللي قعدناهم باش يحمروا. الو سي بون خلاص سي بون الميزان خلاص كملتي به خلاص. دوك نروحو لا فينيشون. انا دوك نفيلمي هاد لاباط انا نمسح الميزان ونخبيه فوالا. هادي شكرا حطيها لي هادوك كي يطيبو هادوك كنا نحطوها طيب. الصابلي هاوليك نحطوه في الثلاجة ونروحو نبداو لا فينيسيون. تخي بيان هادو ما نسحقوهم لا فينيسيون. امي هاوليك الصابلي راهو واجد جيبيهولنا. كاين الزوج اما اللي نجيبهم جيبيهم من الزوج درنا من الزوج. تخي بيان امي دوك انتيا شتي كي طابو؟ ايه فوالا طيبو يعني هايلين يجو بزاف خفاف كروسيون. هنايا دوك انتيا واش دينا في الوسط نديرو الشكل يعني حاجه بزاف سهله. لا كونفيتور دابريكو دخلي لها شويه ديال السمسم عملي لنا الوسط. داكوغ بسم الله. بصح قبل ما ديري هكا نديرو ان بو دو اون فاسو بودغي ان بو دو سكر. بون نروح انا قبل نغسل هاد العلبه. فوالا تخي بيان هكذا. هادو شوفوا معنا مشاهدينا هادو راهم طابو هاو الشكل تاعهم هاو هنايا. نروح نجيب النوغا تاع الجيجلان تاعي باسكو بعد ما طابت امي نحطوها حطيتها في الكونجيلاتور. فوالا تهي انا دونك قلتي لي شويه كونفيتور مع الجيجلان دونك اين صغيور اين صغيور. بون امي انا نجبد النوغا هذيك بعد ما طابت راكي تسمع فيا راني نعطي لك بيس ديكسبليكاسيون مع المشاهدين. النوغا بعد ما طابت نحطها في الكونجيلاتور باش لو ديمولاج تاعها يجيني فاسيل. دوك انا نروح نجيبها. امي دي لها شويه تاع سمسم شويه. نروح نجيب النوغا تاعي. صافا صافا دوك هنا واش نديرو نقلبوهم هادو هكذا باش هاد النوغا نحطوها امي هنا من الفوق. اوكي دوك باش نلصقوها هادي كلاش لي كنت حضرتها وهادي اللي حضرناها مع بعض. هذيك نشفت بيان سور هادي يا لصق بها وهادي حنديرها يعني في الوسط علاش هادي بزاف جمدتها. باه هنا نقدر نعمل لي صابلي هادو وي وي اه هنا حنا لا كونفيتور اللي كانت عندنا امي او فريز لابريكو. بصح لابريكو دائما نحبوها لان هذاك اللوغو تاع القروسيه هذيك رائع.
جوست هكذا هي حتى تعطي دق واكيد باش نلصق مليح النوكا. فوالا جابوي بيان ما نخافش. لا ميم شوز هذه يعني السابلي يعاود لك السابلي اللي كنا بدي كوبوا قصي وديري فريمون سي تري براتيك. كاين بزاف عندهم مشكل في السابلي كي يطبعوه يجي حابط يجي طالع يجي شتي امي يعني شغل قالب هذا فوق هذا نفس الشيء. هنا درت ديراكتوم هنا تخي بيان. دوكا غاناش اللي حضرناها مع بعض نجيب سي بون امي عجباتك. وهذا دوك نكملوه ونحطوه يعني فوق الطاوله التقديم بصح مازلنا وصفه ثالثه. حنا نقولوا مشاهدينا نروحوا فاصل ونوريكم الوصفه الثالثه وقعدوا معنا. رجعنا عليكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام. دائما نواصلوا في سلسله الحلويات اللي هي الوصفه الثالثه نجمه اللي هي اللي نحبوه بزاف في الاعياد نحبوه يكون حاضر هو البنيول. البنيول ديجا حضرت عده لان عده وصفات تاع البنيول. اليوم درت لهم بنيول يعني عصري عصري ميم ديكور شباب كان شفناه ديجا بصح الديكور تاعو يعني عصري اللي كنا يعني قمنا درناه عده مرات وعجب بزاف الناس. هنايا عندي هادي امي هادي كان عندي كميه تاع صابلي ما استعملتوش فتتو استعمل وهو هنايا. مشاهدينا انتم عندكم صابلي عندكم بيسكوي يعني صابلي ولا مثلا نفسد لكم وتحبوش تاكلوه ولا فوالا احنا اون ريكوبير ولا ما عندك والو يعني عندك بيسكوي سكي بيان هذايا البنيول يخدم بلا ريكوبيراسيون اكزاكتومون. واش قاعد منا واش قاعد تحطو فيا ما تلعيش شي بزاف قعدونا هادوك بزاف كيما قلنا انا الكزازن هادو هادوك نقدر نحطو كاين كاطو ديريه تشوف فيه ما ياكلوش دوريه ديريه اكزاكتومون. هنا عندي هادي كيلا هاو ديجا دوك نفتو كيلا تاع صابلي كيلا تاع تاع او مرحي صابلي مرحي. هنا عندي نفس الكيلا امي نص كيلا تاع لوز دايما محمص. شوفي اللوز ما يعني ما نرحيش خليه كونكاسي خليه كونكاسي ما نرحيش بزاف لانه تكون قرمشه. عندي نص كيلا كذلك تاع سمسم جنجنان محمص ومرحي عليك يعني كيفيه جد وسهله نديرو ما طيبش ما طيبش بيان ما طيبش. هنا واش ندير لك هنا ثاني نقدروا في بلاص اللوز نديروا نص اللوز نص نوازات. امي هذيك شوكولا بذوق البندق على دوبيها لي بو غلاسي البنيون. اوكي حنا بنيون نحبوه لانه جاي كلمه ديجا بنين فيها بنيون. نجيب الشوكولا نديرها كامل دوما كان قلت لي مديتها لك قولي ديرها كامل ديري النص تاعها ولا كامل لانه اون فا لو ترومبي اون فا فيغ ان غلاساج كورمون اون فا لو ترومبي. فوالا دوكا عندي كمية تاع بات اتاختيني الشوكولا اللي طالع. انا ندير الشوكولا اللي طالع باش يجيني فيه يعني ذوق الشوكولا بصح نقدروا نستعملوا لا كونفيتور نقدروا نستعملوا كراميل حتى مشكلة. هناك يعني البقايا كي تخدموا كان حبة تاع العيد هذوك البقايا قاعدكم ديروا بها البنيوة. صافا الحمد لله رانا لاباس. دوكا هاي لاباط هايله هايله استعملك هاديه
On va faire des boules de 20 grammes. Ouais, bien sûr. Kbrhomch bzaf. Très bien. حطهم في المجمد. هذا ما نديرو له والو، هذا هكذاك تخليه. كي يذوب نزيدو له شويه زيت. اون كويار سوب تاع الزيت. فوالا. هاو لو صابلي. اللي كنا حضرناه مع بعض. نجيب كوبات شويه فرينه حلال، بلاص لو شوكولا هذا وداب، ناخذ شويه من العجينه. بعد ما ارتاحت راهي شدت روحها، مش تجيني سهله كي نخدم بها. دابت امي دوك حطيها لي في اناء ودي لي فيها ان كويار سوب دويل. شكرا. لازم يكون 5 مليمتر ديبيسور. هانتها راهو مليح. دوك هنا عندي قطيعات، عندي دائري، عندي نجمه، وعندي لا مارغوريت. دوك نجيب لو بلاطو. كملتي امي؟ ان شاء الله كملت. برك ان شاء الله كملت. ابي كويسه هنايا من فضلك نطبع كما هادي نيتوال. هنا سي اون مارغوريت، راح معاها غير بشويه. هذا هو الزيت يا خيا، هذاك هو. شكرا. ونديرو فيه كميه تاع اللوز ولا كاوكاو مهرمش كونكاسي باش يجينا ان كلاصاج قومه. حنا درنا شوكولا نوازيت سي سا، نقدروا نديرو شوكولا نوار ولا نخلطو شويه شوكولا نوار شويه شوكولا نوازيت. فوالا. شوفي امي لا تكنيك. ناخذ الحبه، انا نسحق دي موتيف، ندير هكذا جابوي. دوك هاد لا ديكو ابري كويسون تبان لنا. داكو. ها الدوائر، هاد النجمات كذلك. فوالا. هادو يطيبو كوم لي سي ان سابلي 150 160 درجه من 15 الى 20 دقيقه. نزيد نكمل هذه. شوفي راني نجوز هذه او ميم طون جو لا بلاتي ليجيرمون جوست بو اون بوتيت ديكوراسيون. سي اون استوس دو ديكوراسيون. نطيبوه امي. دوك نروحو نجيبو البني اللي راهو في المجمد ونطلوه بالشوكولا اللي كنا ذوبناها ديجا. انا عندي لي سابلي ديجا كنت طيبتهم هاملك. كاين كذلك هنايا ما درناش لي بوتيت زيتوال. دوك نوريكم باك شنو نديروهم. ما درناش هاد النجوم، نجوم الفوق عليه الشبع. نعاود نفس الشيء برك باش المشاهدين يفهموا. هكذا نطبع نيتوال، ندير لها نفس ديكور، نفس الديكور. سي مينيسيو يعني لانها صغيره.
فوالا هذه حتكون من الفوق، حطيتيهم امي في الفوق، حطيتهم في الفوق تري بيان. نزيد نحط هذه معاهم. فوالا الوغ دوك حنا واش نديرو؟ وتو انا نشفو امي هذوك تحضرتهم من قبل. هذو خير، هذو خير تري بيان. نتحقق بابي كويسون دائما، يعني هذا لازم يكون جامد مشاهدينا باش تقدروا تخدموا به اليزا. شكرا. بسم الله. جيني كوم دي روشي. نعاود واحد اخرى. هذا الضوء تاعو تاعني بزاف بنينه، ماشي نشكر فيها. لا بنين بنين، هذا بنين مسمى. وما مني ما فديرو حديرو بحله جديده يعني جديده. هنا واش ندير؟ عندي هذا اللمع pour mettre en valeur le sable تاعنا. ناخذ هذا اللمع، اللمع غذائي هدايا اللي ما عندهاش تكسس راسها ما ديروش. او كاين في السوق ما كاش مشكل، حنا جوست بور لو دوري مع الشوكولا سا مارش تري بيان، سا مارش تري تري بيان. هاد الحبه نزيد ندير اون دوزيام. شتي امي تم راهو جمد اكزاكتومون، باسكو علاش هو هذاك انت بيان فيجي فعلا هذوك هو بداتو بنيون. نفس الشيء امي ديو لي دري لي هاد الصغار، هادو الصغار زوج كذلك. قولي لي هاد نجمات نجمات هنايا نجيب لي صابلي تلام دوغي، ندير un peu de glucose avec le pinceau. هنا ندير غلوكوز باش يشد لي تري بيان، نخلطوش مع الماء باش يشد لي تري بيان البني منا. فوالا نحط لهنا كوم سا باش كاع ما يبوجيش. وهادو ما امي ناخذ شويه تاع ان بو شوكولا، غير كميه قليله تاع شوكولا، ولصقو سور لو كوتي. كيفيه سهله يعني ديكور جديد. فوالا نحطوه واش تقولي فيها؟ لك الصحة. الله يسلمك. حنا نقول لكم مشاهدينا نروحوا فاصل ونريكم في طاولة التقديم. مشاهدينا ما أحلاها الطاولة في أخير. أمي واش قلتي؟ يعطيك الصحة صح محلاها. ما أحلاها. بهذه الحلويات. حنا نستمتعوا واش حضرنا مع بعض؟ حضرنا باش نبداو؟ يعني كل شيء وشباب بدينا بالبلوس سابلي نوغا بالغران سيزام بالجلجلان. هاو هنا حاضر اللي يكون زدت له يعني اون بوتيت توش دوغي، هادو لي دراجي متواجدين في السوق حطيتهم يعني سور لو كوتي جوست بور دوني ان بو دو غيتي. اكزاكتومون هنايا واش درنا هنايا البنيون دوك نشوفوه ونقولوا بنيون فريمون عنده كما ان نوفو لوك بلمسه جديده. درنا له لو سابلي اللي خدمنا به هاد الحلوه اللي هي السابلي بالنوقه تاع السمسم، لو ميم سابلي درنا له من تحت يعني هذيك لا قعدت لنا
ايه نفس العجينه استعملناها لهنا هو بيسك فيه الداخل السمسم لاباط درنا فيها كذلك السمسم باش يجي اللوغو. هنايا شفنا حبيبات بالشوكولا السوداء وهذوك اللي درناهم مع بعض بالشوكولا بذوق نوازيت هاو لهنا حاضر معنا. كنا كذلك درنا سابلي ساهل خفيف هذاك كاع راه حلو ساهل في الوسط درنا لولا كونفيتور واش عندنا في المنزل كونفيتور دو فريز دابريكو دورانج واش عندنا جولي ولا اللي جاتك ومن الفوق درت له دي بيرل وشوكولا متواجدين كذلك في السوق باش تمد له جوست لمسه هذا ما كان. حنا ان شاء الله المشاهدين تكون عجبتهم وصفات وشافونا كيفاش عملناهم خطوه بخطوه. حنا في خدمه المراه الجزائريه اللي نحبوها اكيد نبرغوا لها السلام. شو نقول لهم؟ قدام نبدا لكم وصفات سهله في النهايه في النهايه وانا نقول لهم مع السلامه. ما انا نقول عندنا وصفات سهلين في متناول كانوا مطلوبين صح حتى يعني المقادير ما يطلبوش درنا الفول السوداني درنا الجنجلان هذا باش ما نقولوش درتونا يعني وصفات مكلفه اكيد اكيد. حنا امي نقول لهم المشاهدين ان شاء الله الوصفات اللي حضرناهم اليوم مع بعض يكونوا نالوا اعجابهم ونقول لهم الى الملتقى ان شاء الله مع السلامه.